السلام عليكم يا شباب، أتمنى تكونوا كويسين. إن شاء الله بإذن الله إحنا دلوقتي أو في المحاضرة دي هنتكلم على عنوان سهل جدا وبسيط جدا وما فيهوش حاجة، يعني هو أصلا الحصة إن شاء الله مش هتطول، يعني عن موضوع اسمه ماسل انرجي. يعني إيه كلمة ماسل انرجي؟ إحنا خدنا المرة اللي فاتت السكليتال ماسل وعرفنا إزاي بيحصل انقباضات، صح؟ وقلنا إن الماسل كونتراكشن ده بيحصل إزاي؟ أول حاجة عن طريق إن الكالسيوم يمسك في التروبونين سي، وان التروبونين سي دي اول ما الكالسيوم يمسك في التروبونين سي هيبدا التروبونين سي يحرك التروبومايسين، فيظهر على الاكتين او على الاف اكتين المايسين بايندنج سايتس، فتبدا الطاقه، خد بالكم من حاجه، تبدا الطاقه تتكسر في المايسين هيد عشان اقدر امسك المايسين هيد مع الاكتين هيد، وبعد كده ايه المايسين هيد تتحرك لحد ما ايه لحد ما الكونتراكشن يحصل. ده الكلام ده قلنا ازاي المصل بتعمل ايه كونتراكشن. انا النهارده بقى عايز اسال سؤال، هي ازاي العضلات دي بتجيب طاقه؟ ايه هو المصل انرجي؟ فاول سؤال يا اولادي، واحنا بالظبط عندنا المحاضره دي هم سؤالين، اسال قبل ما تخش المحاضره او بعد ما تخش المحاضره على طول، اسال نفسك سؤالين. ايه السؤالين؟ اول سؤال، ايه الرول اوف اي تي بي ان مصل كونتراكشن؟ يعني انا استخدمت الطاقه في انهي مكان اثناء انقباض العضلات. ثاني حاجه، طب السورس اوف اي تي بي ان مصلز، يعني ايه مصدر الاي تي بي؟ ازاي العضله بتجيب طاقه؟ ازاي العضله بتكون الاي تي بي؟ ازاي العضلات السكيليتال مصل بتكون الاي تي بي؟ اول حاجه، هو احنا استخدمنا الاي تي بي فين في المصل كونتراكشن؟ ثلاث حاجات يا اولاد، ركزوا معايا بقى كده. اول حاجه، المفروض الكالسيوم يا اولاد يخش جوه العضله. عشان الكالسيوم يخش جوه العضله بيبقى عندنا زي بامب كده او تشانلز اسمها كالسيوم بامب. كالسيوم بامب دي بتبدا تجيب الكالسيوم من بره الخليه، دخله جوه الايه، جوه العضلات، ماشي خلاص. طيب الكالسيوم بيخش يا اولاد، بيبقى عشان يخش بيحتاج بوابات تفتح، البوابات دي اسمها كالسيوم بامب. عشان الكالسيوم بامب تفتح وتدخل الكالسيوم محتاجه طاقه. يبقى اول حاجه، ازاي العضلات بتستهلك الطاقه اثناء الماسل كونتراكشن؟ اول نقطه ان هي بتدفع اي تي بي عشان تبدا تفتح الكالسيوم تشانل، عشان او الكالسيوم بامب عشان تدخل الكالسيوم جوه فين؟ جوه في الساركوبلازميك ريتيكولم، او حتى فين في اسمه ده، في العضلات، يعني جوه العضله نفسها. تاني حاجه، الطاقة يا ولاد دي أول جزء بستهلك فيه طاقة. تاني حاجة، الهيد يا ولاد بتاع المايوسين المفروض تطلع تمسك في الأكتين. الهيد بتاع المايوسين المفروض تطلع تمسك فين؟ في الأكتين. أي حركة للهيد للمايوسين هيد محتاجة طاقة، يعني عشان المايوسين تطلع تمسك في الأكتين بتستهلك طاقة. عشان المايوسين تسيب الهيد المايوسين هيد تسيب من الاكتين وترجع تاني محتاجه طاقه، عشان الهيد ترجع تمسك تاني محتاجه طاقه. يبقى معنى كده ان الهيد تمسك وتسيب بتستهلك طاقه. عشان كده يقول لك ان انا العضله بتستهلك طاقه اثناء المسل كونتراكشن في ثلاث اماكن. اول مكان، ان هي بتدفع اي تي بي للكالسيوم بامب عشان تفتح وتعدي الكالسيوم عشان الكالسيوم يمسك في التروبولين سي. تاني حاجه، بتدفع اي تي بي عشان الهيد تقدر تتحرك وتمسك في المايوسين هيد، بيكون حاجه اسمها ميوسين كروس بريدج اللي هو تمسك في الاكتين، يعني المايوسين دي تمسك في الاكتين. تالت حاجه، ان برضو بتدفع اي تي بي عشان تقدر تعمل ديسكونكشن او ديسكونكتنج المايوسين كروس بريدج، ان هي تخلي البريدج ده يفك عشان العضله عشان الهيد ايه تسيب من الاكتين. يبقى تاني، الاي تي بي بيدفع في المصر كونتراكشن في ثلاث اماكن، للكالسيوم بامب عشان تفتح وتعدي كالسيوم، للهيد عشان تمسك، او للهيد عشان تسيب. طب بيقول لك يا اولاد، يقول لك لما نيجي نحسب كميه الطاقه مثلا اللي موجوده في العضلات ونشوف كميه الطاقه اللي موجوده في العضلات دي تكفي مصر كونتراكشن قد ايه، لان ان كميه الطاقه اللي موجوده في العضلات يا اولاد تكفي مصر كونتراكشن لمده 5 ل6 ثواني. يعني اي عضله فيكي في الجسم كله بتاعنا كميه الطاقه اللي متخزنه فيها تكفي ان العضله دي تنقبض وتتحرك لمده 5 ل6 ثواني بس، مش اكتر من كده. انت متخيل عشان تتحرك لمشوار طويل محتاج مثلا تمشي بتاع نص ساعه، محتاج طبعا الاي تي بي مش هتكفي. الاي تي بي بتتكسر، كل الاي تي بي اللي في العضله بيكفي بس للمصر كونتراكشن لمده قد ايه؟ 5 ل6 ثواني. فيجي لنا من هنا يا اولاد تفكير مهم جدا، لازم انت تبقى عارف بقى ايه معنى ان كميه الطاقه كلها اللي موجوده في العضله هتخلص او تستنفذ في خلال 5 6 دقائق. يبقى لازم 5 6 ثواني، انا اسف، 5 ل6 ثواني. فلازم من هنا يا ولاد يرجع تلاقي دماغك على طول بيفكر ايه؟ يعني معنى كده يا دكتور ان العضله بترجع تبني اي تي بي تاني، ترجع تبني اي تي بي تاني، تكون اي تي بي عشان ترجع تستخدمهم تاني، فالاي تي بي يتكسر ويكفي لمده 5 6 ثواني، ترجع لايه؟ العضله تكون اي تي بي تاني. فاحنا عايزين نعرف بقى يا ولاد من هنا، ها من هنا، ايه بقى الاي تي بي سورسز؟ يعني ايه المصادر الاي تي بي في العضله؟ يعني العضله دي بتجيب طاقة أثناء المصل كونتراكشن منين؟ يعني الطاقة اللي هي بتدفعها للكالسيوم بامب
وللميسين كروس بيدج عشان يمسك او يفك. بتجيب الطاقه دي منين؟ احنا قلنا الطاقه تكفي بس 5 6 ثواني، مش هتقعد معاها طول اليوم. يعني معنى كده ان عشان كده لازم اعيد تصنيعه تاني، لازم اعيد تصنيع الاي تي بي تاني. طب الاي تي بي ده بيجي منين؟ قال لي عندي 3 سورس، كم مصدر لتصنيع الطاقه. العضله تقدر تجيب طاقه من 3 مصادر، عندها 3 شوارع كل شارع يديها طاقه. اول شارع اسمه اي تي بي بي سي ار سيستم، احفظوا معايا اي تي بي بي سي ار سيستم. الاي تي بي اللي هو الاي تي بي، ايه البي سي ار ده؟ ده اختصار كلمه اسمها فوسفو كرياتين. فوسفو كرياتين، هنعرف دلوقتي كل حاجه. ده سيستم. السيستم الثاني يا اولاد الانايروبيك جلايكوليس، يعني هي تاخد الجلوكوز وتكسره بس انايروبيك. ايه ده؟ في فرق ما بين انايروبيك وايروبيك. ايروبيك جلايكوليس ده المصدر الثالث او الشارع الثالث، طبعا فرق السماء على الارض. اوري لكم دلوقتي. خلاص تمام. طيب احنا سيبكم من اول سيستم، خلينا نمسك التو سيستم اللي هي الانايروبيك جلايكوليسز والايروبيك جلايكوليسز كده مع بعض. طيب ركزوا معايا كده، ايه الفرق ما بين ان العضله تاخد الجلوكوز وتكسره ايروب والعضله تاخد الجلوكوز وتكسره انيروب؟ اولا امتى العضله اصلا تكسر الجلوكوز انيروبيك وامتى تكسره ايروبيك؟ اولا يا اولاد عشان اقول ان العضله تقدر تكسر الجلوكوز ايروبيك، ايروبيك يعني تبقى بنسميه بالعربي كده التنفس الهوائي، لازم أن يكون عندك ميتوكوندريا ولازم أن يكون عندك اكسجين. لو العضله فيها اكسجين تكسر الجلوكوز ايروبيك، انما لو العضله ما فيهاش اكسجين بتبدا تكسر الجلوكوز دي انيروبيك. طب لو كسرت انايروبيك ايه اللي بيحصل؟ لو كسرت ايروبيك ايه اللي بيحصل؟ لو الجلوكوز اتكسر يا اولاد انايروبيك بيتجمع حمض وحش جدا اسمه حمض اللاكتيك اسيد. حمض مين؟ اللاكتيك اسيد. حمض اللاكتيك اسيد ده بيتجمع في العضلات وبيعمل ماسل فتيجي، بتخلي العضله تتعب. بلس ان الجلوكوز لو اتكسر انايروبيك بيطلع 2 اي تي بي بس، 2 اي تي بي بيطلع من الجلوكوز لو اتكسر انايروبيك، انما ايروبيك لا. ايروبيك الجلوكوز لما بيكسر ايروبيك بيدي البيروفيت، والبيروفيت بعد كده بيخش في حاجه اسمها اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن ويخش بعد كده في كريبس وبينتج عنه، ما بيديش لاكتيك اسيد، يعني العضلات مش هتتعب. بلس ان هو بيطلع منه 38 اي تي بي. كام اي تي بي؟ 38 اي تي بي. يبقى بصوا معايا يا اولاد، لو احنا دخلنا المصدر الثالث ده، بصوا معايا كده بقى المصدر الثالث اللي هو الايروبيك جلايكوليس. ادي الجلوكوز، وركزوا معايا بقى، الجلوكوز بيخش في باسواي اسمه الجلايكوليسيز وبيطلع منه 2 بيروفيت. اتنين ايه؟ بيروفيت. طب الجلوكوز ايروبيك، ايروبيك انا بتكلم على ايروبيك، الجلوكوز ايروبيك لو اتحرق في العضله ايروبيك في عمليه ده اسمها جلايكوليسيس ويدي 2 بيروفيت، بيطلع كام اي تي بي من الخطوه دي بس؟ بيطلع 8 اي تي بي. ركزوا معايا بقى 8. وبعدين الاتنين بيروفيت يا اولاد بيخشوا في تفاعلين، كل تفاعل اسمه اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن. مش عليك تفاصيل خالص، مش عليك تفاصيل دلوقتي، ده خدناها في الترم الاولاني. اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن، احول الاتنين بيروفيت الاتنين استايلكو ايه؟ الخطوه دي يا اولاد بينتج عنها 6 اي تي بي. الاتنين بيروفيت عشان يتحول الاتنين استايلكو ايه بيدي 6 اي تي بي. طب وبعدين الاتنين استايلكو ايه بيدوا 2، بيخشوا قصدي في عمليتين كريبس سايكل، كريبس تي سي ايه اللي هو كريبس سايكل. الاتنين كريبس سايكل بيدوا 24 اي تي بي. فلما اقول لك الجلوكوز ايروبيك يدي كام اي تي بي تقول لي 8 و6 و24، تيجي تجمعهم تلاقيهم كام؟ 38 اي تي بي. يبقى انا لو العضله خدت الجلوكوز حرقته ايروبيك يطلع كام؟ 8، او كومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز يدي 38 اي تي بي. بصوا بقى معايا خطوه بسيطه جدا، العضله ممكن ما تستخدمش الجلوكوز، امال ممكن تستخدم الجلايكوج وتبدا تكسر الجلايكوجين وتطلع من الجلايكوجين 2 بايروفيت برضه، بس الخطوه دي يا اولاد ما بتديش 8 اي تي بي، بتدي 1 اي تي بي زياده، مش مهم جه ازاي، بس اعرفه بس ان هو بتدي 9 اي تي بي مش 8. فلما اجي اقول لك هي الطاقه اللي طالعه من الجلايكوجين تقول لي كام؟ تقول لي 9 بلس 6 بلس 24 اللي هو يطلع كام؟ 39 اي تي بي. يبقى لما اسالك هو الايروبيك جلايكوليسيس للجلوكوز يدي 38 اي تي بي، والانايروبيك جلايكوليسيس قصدي الايروبيك جلايكوليسيس للجلايكوجين يدي كام؟ 39 اي تي بي. الواحد الزياده جه منين؟ جه من الجلايكوليسيس للجلوكوز يدي 8 اي تي بي، والجلايكوليسيس للجلايكوجين تدي كام؟ 9 اي تي بي. يبقى العضله لو استخدمت الجلوكوز في وجود الاكسجين وكسرته وحرقته تطلع 38 اي تي بي من الجلوكوز او من الجلايكوجين 39 اي تي بي، تاخد ال 38 او ال 39 دول وتستخدمهم بقى في ايه؟ في الجلايكو، في الكالسيوم بامب، في الميسين كروس بريدج، ان هي يمسك او ايه؟ او يفك. فهمت قصدي ايه؟ ولكن يا اولاد ركزوا معايا، الايروبيك جلايكوليز عشان الجلوكوز يتكسر ايروبيك بياخد وقت طويل، فابطا واحد فيهم هو الايروبيك. ركزوا معايا في النقطه دي، يعني ابطا واحد يديك طاقه ومين هو؟ الايروبيك جلايكوليز. ابطا واحد من الثلاثه، خد بالك هم 3 مصادر وثلاث شوارع، الشارع الاولاني والثالث، الثاني والثالث. ابطا شارع فيهم يديك طاقه ومين هو؟ الايروبيك جلايكوليز، لانه بيدي كميه كبيره، فعلى ما يكون الكميه الكبيره هياخد وقت شويه، فده ابطاهم الصراحه، ابطاهم ومين؟ الايروبيك. طب بصوا بقى معايا في الانايروبيك، الانايروبيك جلايكوليز يا اولاد سريع شويه عن مين؟ عن الايروبيك. هو اسرع من الايروبيك طبعا، ضعف السرعه، يعني يقول لك حتى الانايروبيك ده بسرعه سريعه، سريع بسرعه عن الايروبيك. طب بيحصل ايه؟ ركزوا معايا في النقطه دي مهمه قوي. ادي يا اولاد الجلوكوز اهو في العضله،
بيبدا يتكسر. بس خد بالك انا قلت لك الجلوكوز بيخش الجلايكولسيس، لو ادى 2 بايروفيت انايروبيك، انايروبيك يدي كام اي تي بي؟ 2 اي تي بي بس، 2 اي تي بي. ركزوا معايا بقى، ال2 بايروفيت دولت في عدم وجود الاكسجين لانه هيتنفس انايروبيك، الجلوكوز هنا هيتكسر انايروبيك. ممكن والله يدي اللاكتيت، يدي 2 بايروفيت يدي لاكتيت، وممكن يا ولاد ده بينزيم اسمه لاكتيت ديهيدروجينيز، او ممكن يا ولاد بينزيم اسمه ترانس امينيز، بيحصل عمليه اسمها ترانس امينيشن ويتحول ال2 بايروفيت ل2 الانين. ماشي خلاص تمام، سيبكم من الخطوه دي، خلينا في الخطوه الاولانيه بس، ان ال2 بايروفيت يدي 2 لاكتيت. وبعدين بيبدا يا ولاد ال2 لاكتيت ده يترمي في الدم، وبعدين ال2 لاكتيت دول اللي بيترموا في الدم بيبداوا يخشوا في اورجان تاني اسمه الليفر. بصوا ده عضله اهي، ودي مصل ودي ليفر. هيبدا ال2 لاكتيت يخشوا فين؟ في الليفر. الاثنين لاكتيت دول يا اولاد بيرجعوا تاني يتحولوا لاثنين بايروفيت بعمليه اسمها جلوكونيوجينيسيس، مش عليك تفاصيل خالص مش مهم. الاثنين بايروفيت دول بيستهلكوا 6 اي تي بي، وحول الاثنين بايروفيت لجلوكوز، يرجع الجلوكوز اللي طلع ده يرجع تاني يترمي في الدم ويخش العضله، والعضله تستخدم الجلوكوز عشان تجيب 2 اي تي بي، ويرجع الاثنين لاكتيت يخش الليفر ويرجع جلوكوز، وعمليه رايحه جايه سايكل اللي اكتشفها عالم اسمه كوري، فسميناها يا اولاد كوري سايكل، كوري سايكل، او ساعات بيقولوا عليها جلوكوز لاكتيت سايكل. على فكره الكلام ده قديم، انا الكلام ده مش اول مره تسمعوه المره دي، الكلام ده يا ولاد احنا خدناه في الترم الاولاني، الكوري سايكل. قلنا ان الجلوكوز انايروبيك يتكسر ل2 بايروفيت و2 لاكتيت، اللاكتيت ده يترمي في الدم يرجع تاني للليفر ويرجع تاني يدي جلوكوز العضله تستخدمه، يبقى كده العضله بتجيب طاقه في شكل ايه؟ مستمر. بس المشكله ان الطاقه اللي خارجه من الانايروبيك طاقه ايه؟ قليله 2 اي تي بي، بس هي اسرع يا ولاد، هي اسرع. على فكره ممكن الجلوكوز يرجع بناءه بالطريقه دي، وممكن بطريقه تانيه على فكره، دي بنسميها يا ولاد السايكل دي بنسميها كوري سايكل او جلوكوز لاكتيت سايكل. في سايكل تانيه ان بدل ما الاثنين بايروفيت يدوا 2 لاكتيت، لا بالترانس امينيشن بيدوا 2 الانين، والانين يترمي في الدم ويخش تاني في الليفر ويرجع تاني بايروفيت ويدي جلوكوز وتلف السايكل، بس سايكل بعيده شويه السايكل دي. فدي بنسميها ايه؟ مش كوري، مش ده اللي اكتشفها، اللي اكتشف السايكل، اللي اكتشف السايكل دي مش العالم اللي اسمه كوري، امال واحد تاني بس ما سماهاش باسمه، سماها جلوكوز الانين سايكل، ان الجلوكوز يدي الانين والانين يدي جلوكوز، والجلوكوز يدي الانين والانين يدي جلوكوز، فسماها جلوكوز الانين سايكل. اللي فوق دي كوري، جلوكوز يدي لاكتيت ولاكتيت يدي جلوكوز، جلوكوز يدي لاكتيت ولاكتيت يدي جلوكوز. متخيلين يا اولاد؟ يبقى الطاقه اللي بتطلع انايروبيك بتدي 2 اي تي بي، ولكن المواد الوحشه دي بترجع يعاد استخدامها تاني عن طريق الليفر، ويرجع العضله تاني تستخدم الجلوكوز عشان تكون 2 اي تي بي، وهكذا. ماشي خلاص، الفكره كلها ايه؟ هي بتدي طاقه قليله صح، يعني بس هي اسرع من الايروبيك. عشان كده اقول لك يا اولاد، لو انت هتعمل بريف بيك فيزيكال اكسرسايز، يعني هتعمل مجهود بسيط، لو انت هتشتغل بمجهود بسيط، يعني واحد مثلا هيتمشى مشي بسيط كده، مش لازم تلجا للطريق اللي يديك 38 اي تي بي، انت مش عايز 38 اي تي بي، كفايه قوي عليك ال2 اي تي بي دول. يعني لو انت هتعمل مجهود بسيط، طب لو انا هعمل مجهود عنيف يا اولاد، بصوا انا كاتب لكم ايه، لو انا هعمل مجهود جامد شويه، لو انا هعمل لونج تيرم ماسكولار اكتيفيتي، يقول لك مش هينفع لك الا ال 38. بس بصوا الايروبيك يا اولاد ابو 38 اي تي بي هيدي طاقه كتير عشان تكفي للمجهود العنيف شويه، ولكن ده بطيء. فايه اللي بيحصل؟ العضله بتبدا المجهود العنيف بالانايروبيك. ليه؟ عشان يديك بسرعه، ده اسرع، يعني كون 2 اي تي بي بسرعه يكسر الجلوكوز بس انايروبيك، على ما يدي 2 اي تي بي يكفي لبدايه المجهود الجامد بس، المجهود العنيف. ولكن هنكمل بعد كده بالايروبيك عشان الايروبيك بيدي 38 اي تي بي. متخيلين الفرق؟ يعني لو هتعمل مجهود بسيط خلاص انايروبيك وخلاص، طب مجهود بسيط ابدا بالانايروبيك لانه سريع، وكمل بعد كده بالايروبيك لانه ايه؟ بيدي طاقه ايه؟ طاقه عاليه. يبقى انت استفدت ان بالفايده اللي موجوده في الانايروبيك ان هو سريع، واستفدت بالفايده اللي موجوده في الايروبيك ان هو بيدي كميه طاقه ايه؟ طب كميه طاقه كتير. خلاص كده يا شباب؟ طيب ده كده الانايروبيك والايه؟ والايروبيك. قلنا مين الاسرع؟ الانايروبيك. يجي بعدهم الابطا شويه الايه؟ الايروبيك. تعالوا بقى نبص على اسرع واحد في الثلاثه، اسرع طريق يا اولاد هو الاي تي بي بي سي ار سيس، ده اسرع واحد فيهم. ده اللي هو العضله لما تقول يا طاقه في ثانيه تجيب الطاقه. ايه اللي بيحصل؟ سيبكم من القصه كلها، سيبكم من السيستم بتاع طاقه وخلاص، انا عايز اتكلم على بصويت تاني هاخده بس سريعا كده، بغض النظر عن الايه؟ عن الطاقه دلوقتي، فككم من الطاقه. العضله دي يا اولاد بيجي لها امينو اسيد اسمه ارجينين، ركزوا بقى معايا والنبي في كام خطوه كده، هم كام خطوه تحفظوهم وخلاص. العضله دي بيجي لها امينو اسيد اسمه الارجينين، اسمه ايه؟ الارجينين. الارجينين ده يا اولاد اولا انا اسف يعني هو الكلام ده بيحصل في عشان العضله تستفيد منه، لكن اولا الارجينين ده مش بيروح للعضله، بيروح للكليه. اشمعنى الكليه؟ الكليه هناك يا اولاد عندها انزيم اسمه اميدينو ترانسفريز، اسمه ايه الانزيم؟ اميدينو ترانسفريز، اسمه اميدينو ترانسفريز. ماله الانزيم ده؟ الانزيم ده بيبدا يجيب الارجينين ويفعله مع الجلايسين. خلاص؟
الارجينين ده اولاد امينو اسيد طويل كده، الاثنين دول امينو اسيد سواء الارجينين او الجلايسين. الارجينين ده طويل قوي، الجلايسين ده هم اتنين سي بس، ما علينا يعني. الارجينين ده بيبدا يطلع منه مركب اسمه الاورنيسين، الارجينين ده بيطلع منه مركب اسمه اورنيسين، ده يعتبر امينو اسيد برضه. ويبدا بقى الارجينين يتحط على الجلايسين ويكون مركب اسمه جوانيدو اسيتيت، مركب اسمه ايه؟ جوانيدو اسيتيت. خلاص، فبنسمي الانزيم اسمه اميدينو ترانسفريز، بين المجموعه اسمها اميدينو، مش مهم تفاصيل الكلام ده حصل فين؟ في الكدني. يبقى الكدني شغلت الانزيم اللي اسمه اميدينو ترانسفريز، وفعلت الارجينين مع الجلايسين عشان يتحول لاورنيسين وجوانيدو ايه اسيتيت. طيب الجوانيدو اسيتيت اللي طالع من الكليه يا اولاد بياخد بعضه ويروح للليفر. اشمعنى الليفر؟ الليفر هناك عنده انزيم اسمه ميثايل ترانسفريز. يعني ايه كلمه ميثايل ترانسفريز؟ يعني هينقل مجموعه اسمها مجموعه الميثايل. بيبدا يبقى الليفر ده عنده مركبات يا ولاد اسمها ميثايل دونر، اسمها السام. السام ده اس ادينوزيل ميثيونين، مش هم الاختصار اسمه سام وخلاص. ببدا اخد الانزيم ده بيبدا ينقل مجموعه الميثايل من السام يحطها على الجوانيدو اسيتيت. السام ده بعد ما يتشال منه مجموعه الميثايل بيتحول لساه اس ادينوزيل هوموسيستاين، مش مهم برضه خليكم اختصارات وخلاص. سام يتحول لساه. مجموعه الميثايل لما بتتحط على الجوانيدو اسيتيت بيبدا يحول الجوانيدو اسيتيت لمين؟ لمركب اسمه كرياتين تاني. في الكدني الاميدينو ترانسفريز فعل الارجينين مع الجلايسين طلع اورنيسين وجوانيدو استيت. الجوانيدو استيت خد بعضه راح على الليفر، اتحط له مجموعه ميثايل بالميثايل ترانسفريز، فتحول لمين؟ لكرياتين. ركزوا معايا، الكرياتين ده يا اولاد راح للعضله. الكرياتين ده راح لايه؟ راح للعضله. هناك في العضله وقت الريست، ركزوا معايا، العضله دلوقتي مرتاح، يعني انت حضرتك نايم، حضرتك قاعد ما بتتحركش، فالعضلات مش عايزه طاقه. وقت الريست ايه اللي بيحصل؟ بيبدا الكرياتين ده يا اولاد يخش له انزيم اسمه كرياتين فوسفوكاينيز. انزيم اسمه ايه؟ كرياتين فوسفوكينيز. ده في العضله، كرياتين فوسفوكينيز ماله ده؟ بيبدا الانزيم ده يا ولاد يفعل الكرياتين مع الاي تي بي، يفعل الكرياتين، ركزوا مع الاي تي بي. ايه ده يا دكتور؟ هيستهلك اي تي بي؟ اه يستهلك اي تي بي. انا البصوي عشان يديني اي تي بي؟ لا، هو هنا يستهلك اي تي بي، ركزوا بس مش معايا للاخر. هبدا استهلك اي تي بي، اخد منها فوسفاتيه احطها على الكرياتين، فيتحول الكرياتين الى كرياتين فوسفيت او فوسفوكرياتين، اللي هو السيستم متسمى باسمه، يعني اسمه كرياتين فوسفيت او فوسفوكرياتين. واحول الاي تي بي بقى لاي دي بي، لان الاي تي بي اتحول لايه؟ لاي دي بي، يعني فقد فوسفاتيه. طب معنى كده يا دكتور ان انت بتقول ان الكرياتين اتحول لكرياتين فوسفيت في العضله اثناء الريست، اثناء الراحه، يبقى انا بستهلك اي تي بي؟ اه. ايه اللي بيحصل بقى يا اولاد؟ الخطوه دي خدوا بالكم، الخطوه دي ريفرسبل. ايه اللي بيحصل بقى يا اولاد اثناء الاكسرسايز؟ اول ما العضله تعمل اكسرسايز الخطوه بتتعكس. يعني الخطوه بتتعكس، تيجي الكرياتين فوسفيت يعكس بنفس الانزيم اللي اسمه كرياتين فوسفوكينيز، يرجع تاني يتحول لكرياتين. وبعدين الاي دي بي ياخد الفوسفاتان اللي في الكرياتين فوسفيت ويتحول لاي تي بي. يبقى انا اثناء الكونتراكشن اعكس الخطوه واكون لك اي تي بي بسرعه جدا، قبل الانيروبيك حتى، اسرع من الانيروبيك واسرع طبعا من الايروبيك. عشان كده لما اجي ارتبهم لك من حيث الطاقه هقول لك ان الاي تي بي بي سي ار سيستم من حيث السرعه اسرع واحد يدي طاقه، لان خطوه واحده على طول الكرياتين فوسفيت اللي متخزن في العضلات ده يرجع تاني يتحول لكرياتين فيدي طاقه، بعدهم الانيروبيك بسرعه، بعدهم ابطا واحد اللي هو مين؟ الايروبيك. خلاص، عشان كده ولد يقول لك ان الايميديت سورس اوف انرجي، المصدر السريع للطاقه، هو مين؟ هو الاي تي بي بي سي ار سيستم. طب اثناء المصل كونتراكشن عضله عماله تنقبض فحول الكرياتين فوسفيت لكرياتين، عماله تنقبض فحول الكرياتين فوسفيت لكرياتين. الكرياتين اللي بيتكون ده مصيره يا ولاد بيمشي نون انزيماتيك، في تفاعل نون انزيماتيك بيبدا الكرياتين يتحول لحاجه اسمها كرياتينين، والكرياتينين ده بينزل فين؟ في البول. الكرياتينين ده الكليه بتفلتره. على فكره الكرياتينين ده يا ولاد بستخدمه ان انا، ده يعتبر اصلا واحد من ضمن وظائف الكلى، اختباره من ضمن وظائف اختبار الكلى الكرياتينين ده. فعلى فكره لما اقول لك وظائف الاي تي بي بي سي ار سيستم برضو اللي هو الباسوي ده وظيفته ايه؟ طبعا هو ايميديت سورس اوف انرجي، بلس ان الكرياتينين اللي بيطلع ده انا بستخدمه ان انا بقيسه عشان اعرف وظائف الكلى. فتلاقي الوظيفه الثالثه على فكره الفانكشن بتاع السيستم ده، اول حاجه ايميديت سورس اوف انرجي، وثالث حاجه ميتابوليك ريجوليتور. يعني ايه كلمه ميتابوليك ريجوليتور؟ ان انا بستخدمه في الكيدني فانكشن تيست، ان انا بقيس بيه وظائف الكلى، لان الكرياتين بيتحول لكرياتينين والكرياتينين بينزل في البول. الكلام ده هنقوله في موديول الرينال فيما بعد. اخر وظيفه بقى يا اولاد في الاي تي بي بي سي ار سيستم ايه بقى؟ افهم معايا جمله واحده بس، ان ده بيعتبر جمله بالعربي، انا كاتبها لكم بالعربي حتى، هي حلقه الوصل بين اماكن تصنيع الطاقه واماكن استخدام الطاقه. يعني ايه الجمله دي؟ بيقول لك ان الاي تي بي بي سي ار سيستم يعتبر حلقه الوصل بين اماكن استخدام الطاقه واماكن تصنيع الطاقه. يعني ايه يا دكتور الكلمه دي؟ اماكن تصنيع الطاقه يا اولاد اللي هم الانيروبيك جلايكوليسيس والايروبيك جلايكوز، مش الايروبيك والانيروبيك دول بيطلعوا سواء 38 اي تي بي او 2 اي تي بي. طب الاي تي بي اللي اتكون ده، لو العضله مش هتستخدم الطاقه اعمل ايه؟
ما هي دي اماكن تصنيع الطاقه. طب مين هي اماكن استخدام الطاقه؟ هي العضلات، العضلات هي اللي بتستخدم الطاقه. طب نفترض الطاقه اللي اتكونت مش هتستخدم، يوم يبدا الكرياتين يستخدم الطاقه اللي موجوده دي اللي مش هتستهلك ويخزنها بشكل كرياتين فوسفيت، فيعتبر المركب اللي هنا الكرياتين فوسفيت هو عمل حلقه وصل بين اماكن تصنيع الطاقه خلاص واماكن استخدام الطاقه. على ما العضلات تبقى عايزه طاقه هبدا ايه؟ ارجع تاني الخطوه، الكرياتين فوسفات تتحول لكرياتين وادي اي تي بي ليه؟ للعضلات. فيعتبر حلقه الوصل بين اماكن تصنيع الطاقه واماكن ايه؟ استخدام الطاقه. اماكن تصنيع الطاقه اللي هو الجلايكوليسيس سواء كان ايروبيك او انايروبيك، واماكن استهلاك الطاقه هو مين؟ هو العضلات. وانا اكتب لك نوت بوك كده في الاخر ترتيبهم على حسب سرعه اعطاء الاي تي بي. بص كاتبها لك حتى اهو، الاي تي بي بيصار سيستم نمبر 1، اسرع واحد، بعد كده الانيروبيك، بعد كده الايروبيك. حتى كاتب لك ما بين قوسين الانيروبيك ده هو هاف اس فاست اس اي تي بي اي تي بي بي سي ار سيستم، يعني هو يعتبر نص السرعه عن الاي تي بي، يعني سريع بس مش قوي. الاي تي بي يعتبر ضعف سرعه الانيروبيك، بلس كمان الانيروبيك ده 2 لـ3 مرات اسرع من الايروبيك. يعني عايز اقول لك ان الاي تي بي بي سي ار سيستم ضعف سرعه الانيروبيك والانيروبيك ضعف سرعه الايروبيك، متخيلين؟ ده ضعف ده، الاي تي بي بيصور ضعف الانيروبيك والانيروبيك ضعف مين؟ الايروبيك. خلاص دي المحاضره يا اولاد بتاع الاي تي بي اللي ماصل انرجي، محاضره سهله جدا وبسيطه جدا ما فيهاش حاجه. خلاص اتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضره. خلاص واشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضرات القادمه.